أستاذ أفكار، أستاذ علوم حياة الأرض، نيابة عن فرع جمعية مدرس علوم حياة الأرض بالمغرب فرع العيون. يسرنا أن نشارك في هذه التظاهرة الجميلة، بحيث قمنا بجلب مجموعة من الشتائل الشجار وقمنا بغرسها بحضور مجموعة من التلاميذ، وهذا يدل على مدى توعية التلاميذ مدى أهمية البيئة وخاصة الشجرة، لأنها تعتبر شجرة رئة الأرض، والحفاظ عليها يحافظ على يعني الأرض ودورها البيئي والاجتماعي والاقتصادي لغير ذلك. وتم في الأخير توقيع هذا الميثاق الشرف من طرف التلاميذ للالتزام به وتوعيتهم مدى أهمية هذا الشجرة، وهذا هو هدفنا من علوم حياة الأرض، يعني دائما الإنسان أو التلميذ يقرب بيئته ومدى أهمية الحفاظ عليها سواء من جميع النواحي النباتية أو الماء أو غير ذلك، والحفاظ عليها من التلوث. وشكرا للجميع في مدينة العيون، جميع الجهات الأخرى، وشكرا لكم مرة أخرى.